انا يعني للاسف يعني ما امبارح علشان الظروف اللي قلت عنها ما تقابلناش يا استاذ ابراهيم، لكن لو تقابلنا كنت هسالك امبارح انت كنت بتعمل ايه يوم 6 اكتوبر؟ النهارده 7 اكتوبر، كنت بتعمل ايه يوم 7 اكتوبر في 73؟ احنا في اللي هو المظلات اللي انا كنت فيه ده كان احتياطي، في الاحتياط التعبوي. احنا ابتدينا في الفتره من 5 و6 و7، انما احنا ابتدينا على 8 اكتوبر نخش على مناطق معينه كان لازم نخشها علشان كان ابتدى يحصل احداث معينه، لغايه ما دي الوقفه الكبيره بتاعتنا احنا في الفتره دي كلها. احنا في الفتره اللي حضرتك كنت بتكلم عليها دي كنا في قرب الاسماعيليه في حته اسمها وادي العشره. كنا في الغرب، ما كناش في الشرق. انما احنا الشغل بتاعنا بدا حقيقه بعد 22 اكتوبر، في الفتره من 22 اكتوبر لغايه الاسبوع الاول من يناير في القوات اللي هي كانت بتاعه الثغره والمحاصره للثغره. وبمناسبه الثغره دي، يا ريت يا استاذ عمرو يتعمل اكثر من حلقه واكثر من موضوع، وفي ناس كتير هتقدر تكلم حضرتك في هذا الموضوع، لان المرضى اللي عندهم مرض في قلبهم وفي عقولهم بره، طب لما بيقولوا الكلام ده ما بيعملوش. عايز بس اقول على حاجه واحده بس، الصهاينه لم يحدث ان هم احتلوا متر ارض واحد من 48 لغايه اللحظه اللي احنا فيها ده، وسابوه وانسحبوا منه وعملوا. الصهاينه لما دخلوا في الثغره المسافه الشريط اللي كان 60 او 70 كيلو بعرض متوسطه 10 كيلو، ليه في يناير سابوه؟ بل سابوا سينا كلها. ليه سابوها؟ لحاجه واحده بس، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان هم كانوا هيدفنوا في الحته دي كلها كلهم، لان هم كانت في الثغره اتورطوا، كانت ورطه سوداء ليهم، وعشان كده امريكا استموتت انها تطلعهم من هذا الكلام. الثغره دي حاجه مهمه، والثغره حاجه عظيمه جدا. يوم 7 اكتوبر اللي حضرتك بتتكلم عليه، لا اقدر اقول لك من علم من القوات اللي كانت موجوده 7 اكتوبر، احنا كان في يوم 7 اكتوبر احنا تقريبا كنا موقعين 9 نقط قويه ومحتليناهم. في 7 اكتوبر كان فؤاد عزيز غالي قائد الفرقه 18 كان استولى يوم 7 اكتوبر فعلا على الانطره، وده كان اعظم انتصار حصل في الفتره دي، لان الانطره كانت بالنسبه لينا هي اللي ماسكه المحور اللي بيودي على اسرائيل كله. صحيح. والانطره كانت محميه بثمان نقط قويه. فؤاد عزيز غالي، وده جنرال جامد جدا، جامد جدا جدا جدا. استولوا عملوا ملحمه عشان يخشوا الانطره اللي كان عليها حمايه. في 7 اكتوبر احنا بنتكلم كان تقريبا بقى حوالي 90,000 مقاتل مولودين في سيناء. في 7 اكتوبر كانت رؤوس الكباري وصلت لحوالي 10 ل 12 كيلو. في 7 اكتوبر ما كانش في دبابه واحده قدرت الاسرائيل انها تطلعها على المصاصب اللي كانت عاملاها على الساتر الترابي 100 مصطبه. في 7 اكتوبر كان في حاجات كانت استدت البشائر، وكنا منتظرين بقى الهجوم المضاد اللي امريكا وقفت ساعه، عقارب الساعه كلها وقفتها عشان الهجوم المضاد اللي كانوا عاملوه 8 اكتوبر، لانهم ما كانوا متخيلين في 8 اكتوبر على اخر النهار هيحتلوا الاسماعيليه والسويس. طبعا ده ما حصلش، واتوكس وكسه منيله بنيله، واللي حصل احنا الانتصار يعني. كل سنه الحمد لله، كل سنه وحضرتك بألف خير. يعني الله يسلمك، سعيد جدا بسماع صوتك والله يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للكاتب الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، احد ابطال حرب اكتوبر المجيده.